ما شاء الله. سو انا سويت مقلوبه ويعني طلعت صراحه فعلا مقلوبه ما مو قد المقام يعني. حلقه جديده من خلطه بيطه. لا اللي حيصير في حلقه اليوم حطبخ وحقلبه وهو مليان. واو والله محتاج خبره. رز غسلته ونقعته هنا بهرتها كل شي فيها من ملح وبهارات ومرق الدجاج كله. حطها على النار 20 دقيقة وبعدين نبدأ نشوف كيف نقلبها. واو اتلسعت شوية. موضوع قلب القدر هذا ما ضبط معايا وهو في أكل، بس سويته يعني سويت نص المهمة، 50% أحسن من ولا شيء، ويكفي شرف المحاولة. واحدة من صاحباتي قالت لي ماما تسوي مقلوبة مرة حلوة وعزمتني عندها في البيت، فحنشوف الحين المقلوبة على الطريقة الأصلية يعني مو طريقتي. خليني أصور لكم هي تنقلب الحين. ما شاء الله. ما شاء الله لما تشوف المقلوبة حقتي. طيب صح هو صاحبتي اللي عزمتني وقالت لي تعالي، بس إنه أمها اللي سوت الطبخة يعني مع إنها بعمري يعني أم عيالي يعني المفروض تعرف تطبخ. شاطرة تعزم على حس أمها. يا الله ما شاء الله دليشس. واحدة محرومة من طبيخ البيت. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، سبسكرايب لايك شير وأشوفكم المرة الجاية. باي. والله تصدقي ما كنت أعرف إنه في قدر مقلوبة.